أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية منغوليا الصديقة نحو آفاق أشمل. وأشار سموه إلى الحرص على توطيد مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدفع بها قدما نحو مستويات أكثر تميزا بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين دولة السيد أويون إردين لوفازا ناسمراي رئيس وزراء جمهورية منغوليا، حيث تم استعراض سبل تنمية مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين ومنغوليا بما يسهم في فتح آفاق أكثر اتساعاً على كافة الأصعدة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية منغوليا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام متواصل بتوطيد العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية منغوليا بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، متمنيا للبحرين مزيدا من الازدهار والنمو.